مرحبا بكم إخوان الأخوات، موضوع جديد إن شاء الله في موقع جديد إن شاء الله على القناة ديالنا. كاين بعض الأخوات والإخوان عندهم مشاكل في الرياضيات، ما كيقدروش يحلوا بعض المسائل الرياضية. جبتكم لما واحد الموقع إن شاء الله غادي يعطيكم تفصيل تسلسلي أي عملية عملتوها تل الخارج ديالها شنو شحال كتخرج. أوكي، هذا الموقع غادي يغنيك على السوايا، غادي يغنيك على بزاف ديال المسائل. ما تحتاج الاستاذ، ما تحتاج حتى شي حاجه. عندك مثلا تمارين في الدار، عندك معادله صعيبه، ما عليك الا تدخل لهذا الموقع اللي غادي نعطي لك. هذه هي مني، غادي تكتب رقم، غادي تكتب المعادله كما هي، تكي على سيرش، غادي يعطيك التفاصيل ديالها كامله بالشرح ديالها، علاش هذا الرقم هنا ولاش هذا الرقم هنا. اوكي الاخوان، اذا نبداو الشرح. كنمشيو اي محرك بحث كنكتبو عفوا سي ماث. اوكي، سيرش، كنمشيو كليكيو على الرابط الاول. اذا كنمشيو مباشره للموقع. الموقع ساهل الاخوان كما كتشوفوا، ما فيه حتى شي حاجه. عندنا هنايا لي ريفيرنس، هنا براكسيكس، هادو مو داك اللي كيتاليهم. غاعطيك هنايا مجموعه ديال المواضيع، ادخلوا تقراوهم. اللي ما عندوش الانجليزيه كما كنقول ديما اصطالي اكستنشن ديال جوجل تراديكسيون، كليكي على العربيه او الفرنسيه ولا اي لغه يترجم لك الموقع كامل الاخوان. اوكي، هنايا كاين بزاف ديال المواضيع، قراو عليهم في اطار المات رياضيات. هنايا عاود كاين براكتيك. اوكي، ادخلوا عاود، كاين مجموعه ديال المواضيع حول براكتيك، قراو الاخوان. صافي، اذا نرجعوا للواجهه الرئيسيه، غادي نشرح لكم كيفاش كيخدم الموقع. مثلا عندنا اكزامبلز، ناخذ شي اكزامبل هما عاطينا ديجا، هنا عاطينا ثلاثه. اوكي، كليكيو على مور. اوكي، خدموا هي بديك ثلاثه، انا سبيل المثال نشوفوا الاولى. عندنا هذه المعادله هذه مثلا ما عرفتش شي تخرجها، كتكليكي عليها كتكتبها، كتكي على هذه. اوكي، ملي كتكليكي على هذيك السيرش كتعطيك هنايا المرحله الاولى، المرحله الثانيه اشنو عملنا، المرحله الثالثه اشنو عملنا، المرحله الرابعه كيفاش فصلناها، المرحله الخامسه كيفاش عملناها، حتى اكس تساوي 5. اذا هنايا دان، العمليه هي صحيحه كما هي. اوكي، مثلا نغيروا مثلا شي رقم من هاد الارقام، مثلا نعملوا هنايا 22. كليكي ولا سيرش. اوكي، غادي تعطينا العمليه السطر الاول، المرحله الثانيه، الثالثه، الرابعه. اذا اكس رجعت كتساوي ناقص 31. مثلا نزيدو نصعبوها. اوكي، نشوفو هنايا المرحله الاولى كما كتشوفو، زيدنا صعبناها. اذا اكس تساوي ناقص 86. هنايا دان. اوكي، نشوفو مثلا اكزامبل ثاني فاكتور، كما كتشوفو هنا فيه جوج المراحل، تعطيك اكس زائد 2 في اكس زائد 3. اوكي، هنايا نغيرو شي حاجه، هنايا نعملو 22، نشوفو نزيدو نصعبوها شي حاجه المعادله. اذا هانتوما كتشوفوا زادت صعبت شي حاجه، عطات داكشي كامل بالتفصيل الاخوان بالديتاي، حتى كضبط من اخر مره كنعطيك الخارج ديال العمليه. اذا الاخوان، هذا موقع واعر، غادي تحتاجوها صراحه، تحتاجوها انا متاكد. هنايا تشوز توبيك، هنا اي مثلا اي كاتيجوري كتختاروها في هذيك في المات، اي كاتيجوري اللي احتاجتوها كتختاروها، ديك الساعه كتعمل المعادله ديالها. اوكي، مثلا الموقع الاخوان فيه اللغه الاسبانيه والانجليزيه فقط واليابانيه والصينيه. اوكي، بغيتو مثلا تحملو على الاندرويد ولا الاي او اس، كذلك ومثال كاين حملو في الهاتف ديالكم وتقدروا تخدموا به غير من الهاتف ديالكم، كاين على الاي او اس وكاين في الاندرويد. إذن ها هو الاسم ديالو في الاندرويد، وها هو الاسم ديالو في الاي او اس، الناس ديال الايفون. اوكي، إذن كل شيء متوفر الاخوان، غير اللي ما بغاش يقرا.
هنايا على ما اظن نقدر تصور حتى المعادله وكذلك شنو تخرج فيها كذلك الخارج ديالها كامله. ها هي كاميرا كتصور المعادله مكتوبه على الدفتر ومن بعد ديك الساعه كذلك الخارج ديالها كامله. اذا سيمات هو موقع غني عن التعريف. هنايا بريميوم واذا بغيتي مثلا تدفع الفلوس الموقع عندك $5 في الشهر تقدر تلغيها في اي وقت. هي كانسل اني تايم اوكي. قال لك زعما هنايا على حسب الاشهارات انا ما كنظنش كاين شي اشهارات. هي اذا دفعتي $5 نو ادز اوكي. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الموقع. نتمنى نكون فدتكم في هذا الموقع هذا ونتمنى يستافدوا به اكبر عدد ديال الناس ونتمنى الناس اللي تفرجوا هذا الفيديو هذا يشاركوه مع اكبر عدد ديال الاصدقاء مجدهم الفائده. الفيديوهات الحمد لله اللي كنعملوهم الاغلبيه ديالهم يعني الاستفاده الناس ديال القناه هذه والناس حتى اللي ما وصلوش لهاد القناه الناس يبارطاجيو معهم الفيديو عبر الفيسبوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجدهم الفائده اكثر. كاين بعض الحالات نبقاو ننشروا فيهم تطبيقات ديال الهواتف باقي ما جي الوقت ديالهم ان شاء الله غنوجد شي اشغال وديك الساعه نقومو بهاد العمليه هذه. تنهنايا كنكون ساليت هذا الفيديو. نتمنى دعم القناه بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناه والضغط على زر جرس الرمادي. ما تنساوش عندكم اي اشكال في اي موقع اي تطبيق الهاتف النقال ما عليكم الا تكتبوها في التعليقات وانا نجاوب عليكم ان شاء الله ونعمل شرح مفصل. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.